أهلا بكم. قالت الرئاسة اللبنانية إن الاستشارات التي تجريها لاختيار رئيس للحكومة لا تعد انتهاكا للدستور والاتفاق الطائف. بيان الرئاسة كان ردا على إدانة رؤساء حكومات سابقين قالوا إنه اعتداء من قبل الرئيس ووزير الخارجية على صلاحيات رئيس الحكومة من خلال تسمية المرشح لرئاسة الحكومة، إذ وصفوا ما يحصل بالجريمة الخطيرة بحق اللبنانيين والدستور. هنا جسر الرينج، الرابط بين شطري العاصمة بيروت الذي يرتبط اسمه وثيقا بالاحتجاجات في لبنان. عند هذه النقطة تجددت الاحتجاجات للمطالبة بإسقاط ترشيح سمير الخطيب لرئاسة الحكومة. اشتعل الجسر بمواجهة بين المحتجين والقوى الأمنية أفضت إلى إعادة السير عليه بالقوة، لكن المواجهة في البقاع اللبناني كانت أقصى. هوى محتج عن جسر للمشاة هربا من الجيش، وهوت معه أي محاولة للتهدئة أو التراجع. مواجهات كر وفر وتوقيفات لم تنجح القوى الأمنية على إثرها في فتح طريق سعد نايل إلا بعد اشتراط المحتجين إطلاق سراح الموقوفين مقابل فتح الطريق بحسب سكان المنطقة. وبالتزامن مع المواجهات في الشارع تتصاعد السجالات في الأوساط السياسية بشأن آلية تكليف رئيس جديد للحكومة وتشكيلها. وفي السياسة كما في الميدان يتعقد المشهد أكثر. تعقيد تبلور في كلام رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة. أولى الرسائل كانت إلى الرئيس ميشيل عون والوزير جبران باسيل، إذ أكد الرؤساء ضرورة وقف ما وصفوه بالمهزلة المتمثلة باستباق الاستشارات النيابية وابتداع ما يسمى رئيسا محتملا للحكومة. وثاني الرسائل كانت إلى أي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في الاستشارات قبل تكليفه. رفض المسار الدستوري لهذه الحكومة هو مؤشر إلى أن العملية برمتها مرفوضة من الفريق الآخر، وأن هناك أزمة سياسية أيضا ستلاحق هذه الحكومة، علاوة على حقيقة أن هذه الحكومة لم تلقى بعد تجاوبا في الشارع. سريعا ردت رئاسة الجمهورية على بيان رؤساء الحكومات مؤكدة أن التشاور لا يشكل خرقا للدستور، ومعلنة الاثنين المقبل موعدا للاستشارات النيابية. وفي انتظار كلمة النواب يوم الاثنين قال رؤساء الحكومات كلمتهم الدستورية: لا تأليف للحكومة قبل تكليف رئيس لها. وقال الشارع كلمته للأطراف كافة: لن يمر أي تكليف إلا عبرنا. ولمعرفة آخر التطورات ينضم إلينا من بيروت مراسلنا محمد إشبار، وأيضا معنا من طرابلس مراسلنا أحمد الهاشمي. نبدأ معك محمد، إذن هناك جدل شعبي وسياسي على إعلان الرئاسة اللبنانية عن الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل بعد الاتفاق على اسم رجل الأعمال سمير الخطيب. ما الذي ينوي الحراك فعله ردا على هذه الخطوة؟ وأيضا هل هناك في الجهة السياسية ما ينوي الرؤساء السابقون للحكومة فعله بما يقولون أنه انتهاكا للدستور؟ فعليا رويدة، الشارع اليوم وفي الساعات الأخيرة استعاد زخمه. هنا نحن في تقاطع الرينج الذي حصل سابقا فيه صدامات بين المحتجين وأنصار بعض الأحزاب. هنا الزخم عاد نتيجة عدة عوامل، أهمها أول عامل عامل اقتصادي نتيجة حالات الانتحار، خصوصا بعد انتحار اليوم المواطن داني أبو حمود، وأيضا في عكار بانتظار التحقيقات طبعا أنطونيو طنوس. هذا الملف أثار سخطا، أو هذه الحالات أثارت سخطا هنا في الشارع، تحمل الطبقة السياسية والسياسات الاقتصادية التي اتبعتها في العقود الأخيرة مسؤولية تردي أو الأوضاع الاقتصادية وانتحار هؤلاء الشباب. الملف الثاني بطبيعة الحال هو ملف تشكيل الحكومة. يقولون هنا في الشارع أن هذه الحكومة أو ما تسرب حتى الساعة عنها لا تلبي مطالبهم. أولا على صعيد اسم رئيس الحكومة الذي يعتبرونه أنه شريك للطبقة السياسية في موضوع الصفقات أو المشاريع، خصوصا أنه يملك شركة للهندسة. الموضوع الثاني متعلق
أيضا بحجم الحكومة، يعني الحكومة يبدو أنها ستكون حكومة فضفاضة تضم نحو 24 مقعدا، وبالتالي هم يطالبون بحكومة مصغرة لتلبية احتياجات الشارع. وثالث العوامل بطبيعة الحال هو اشتراك الأحزاب الرئيسية أو تمثيل الأحزاب الرئيسية في هذه الحكومة عبر وجوه سياسية يقولون حتى الساعة أنها ستكون غير مستفزة، إضافة طبعا إلى وجوه تكنوقراط لكن أيضا محسوبة على الطبقة السياسية. بطبيعة الحال متوقع في الساعات المقبلة والأيام المقبلة أن يحرك أن يصعد الشارع في وجه هذه الطبقة السياسية. سياسيا المتوقع دستوريا إجراء الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل، ثم أن يبدأ رئيس الحكومة المكلف بعد فوزه بالعدد الأكبر من الأصوات النيابية باستشارات نيابية لاستمزاج آراء الكتل النيابية في عملية تأليف الحكومة على أن يطرح حكومته لاحقا ويتوافق حولها مع رئيس الجمهورية لتبصر النور إن لم يتغير شيء في الواقع الميداني ضغط على 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 الرؤساء أو على الطبقة السياسية عموما. نعم حماد ابقى معنا، سنذهب إلى أحمد الهاشمي من طرابلس. أحمد، يعني منذ اليوم الأول لهذا الحراك كانت مطالب الشارع واضحة، يريدون حكومة تكنوقراط وليست حكومة تكنو سياسية كما يتم التداول به اليوم. كيف تلقت طرابلس وهي التي كانت لها كلمة فصل منذ اليوم الأول في هذا الحراك هذه التطورات السياسية؟ يعني الزخم رويد الذي تكلم عنه الزميل محمد في بيروت ليس بعيدا ابدا عن ما يحدث في طرابلس، خصوصا من بعد منتصف ليل امس الى هذه اللحظه. يعني نحن تواجدنا في مدخل طرابلس ولاول مره من هذه النقطه وهي نقطه دوار السلام، يعني اهتم المتظاهرون بوجودهم في هذه المنطقة تأكيدا على يوم الاعتصامات ويوم المسيرات وقطع الطرقات، إضافة إلى يعني إغلاق مجموعة كبيرة من الدوائر الرسمية لا سيما دائرة الكهرباء والماء، إضافة إلى أي شيء له علاقة ب أو أي شيء متصل بالسنترال أو حتى بشركتي الخليوي. المتظاهرون هنا يؤكدون على أن يعني محاولة تشكيل حكومة بعيدة عن مطلبهم أي حكومة تكنوقراط هي مرفوضة بشكل كامل، يؤكدون على وجودهم بشكل أساسي في الأحياء وفي الشوارع الداخلية لطرابلس. أثناء تجهيزنا لهذه الرسالة بدأ الجيش اللبناني مع قوى مكافحة الشغب يتواجدون بشكل واضح جدا، السيارات أصبح من الصعب أن تكمل طريقها إلى طرابلس عن طريق هذا المدخل الرئيس، بدأت السيارات فعليا تتوجه عن طريق المتظاهرين إلى جهات مختلفة. أتوقع بأنها الساعات القليلة القادمة إضافة إلى الأيام القليلة القادمة بحسب كلام المتظاهرين من داخل الخيم وحتى المسؤولين عن تسيير الاعتصامات والتظاهرات السيارة والمسيرات داخل المدينة يؤكدون على أنه الأيام القليلة القادمة والساعات القليلة القادمة كذلك سوف تحمل كم كبير من هذه التحركات، إضافة إلى قطع طرقات قد يكون خارج أي إطار إعلاني ولكن مباشرة التوجه نحو عنصر المفاجأة في إغلاق الطرقات إضافة إلى المؤسسات الرسمية. أحمد الهاشمي مراسلنا من طرابلس ومحمد شبارو مراسلنا من بيروت، شكرا جزيلا لكما.